أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على أبعاد إصرار الحوثيين على تبني عمليات استهداف المنشآت النفطية السعودية على الرغم من النفي الأمريكي. إذن تداعيات استهداف منشآت أرامكو السعودية تتوالى بالتزامن مع إعلان الحوثيين تبنيهم عملية استهداف المنشأتين بالطائرات المسيرة. الأمريكيون يؤكدون أن الهجوم إيراني وليس من اليمن عبر جماعة الحوثي. ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مستهل زيارة للسعودية أمس الأربعاء، قال أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية عمل حرب شنته إيران وليس المتمردون الحوثيون الذين هددوا من جهتهم بضرب عشرات الأهداف في دولة الإمارات. وضح بومبيو أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين، مشددا على أن مصدر الهجوم لم يكن من جنوب السعودية أي من اليمن، وأن السلاح المستخدم ليس موجود إلا داخل إيران. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا يصر الحوثيون على تبني عملية استهداف المنشأتين السعوديتين، وما حقيقة الحوادث السابقة والتي تبنتها ميليشيا الحوثي بعد النفي الأمريكي الأخير؟ تؤكد ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين شرق المملكة على الرغم من التأكيدات الدولية على أن القصف ليس من اليمن. إصرار الحوثيين على تبني عمليات استهداف أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم يثير الكثير من الأسئلة حول حقيقة العملية الهجومية التي تبنتها ميليشيا الحوثي من قبل على السعودية وضرورة إعادة النظر في مصدرها. قال الحوثيين إن سلاح الجو المسير التابع لهم شن عملية هجومية واسعة السبت الماضي بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص في المنطقة الشرقية، وهو ما تسبب بخفض إنتاج النفط. المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي أكد أن معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية لا تزال في مرمى أسلحتهم وقد يتم استهدافها في أي لحظة. بينما أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في مستهل زيارته للسعودية أن الهجوم الذي استهدف المنشأتين النفطيتين السبت الماضي هو عمل حربي شنته إيران وليس المتمردون الحوثيون. تبني الحوثيون العملية التي تستهدف إمداد الطاقة العالمية وتؤثر على الاقتصاد العالمي في صورة من صور لعب الأدوار بين طهران وأدواتها في المنطقة وتضخيم ميليشيا الحوثي وتقديمها كما لو أنها قوة محورية فارضة واقعا لا يمكن تجاوزه وشريك في صناعة السلام ومستقبل القضية اليمنية. وصف بومبيو الهجوم بأنه عمل حربي وأن ما يزعمه الحوثيون عن مسؤوليتهم كذبا لا يخفي بصمات الإيرانيين عن اعتداء هدد إمدادات الطاقة العالمية. الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين، وأساس الهجوم لم يكن الجنوب أي من اليمن بحسب بومبيو الذي كشف أيضا أن السلاح المستخدم ليس موجودا إلا في إيران. يؤكد العالم أن القصف على المنشآت النفطية ليس من اليمن ولا بسلاح الحوثيين، فلماذا يرد الحوثيون نحن المسؤولين عنه ونحن من نتحمل المسؤولية؟ أبدأ النقاش مع ضيفي من العاصمة السعودية الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. تحية لك وضيوفك الكرام. إذا أستاذ عبد العزيز، هناك إصرار حوثي على تبني عملية استهداف منشأة أرامكو رغم التأكيدات الأمريكية على استحالة أن تكون هذه الطائرات أتت من اليمن. هذا الإصرار الحوثي كيف يمكن فهمه؟ الإصرار الحوثي والداعي الحوثي سواء كان صادقا او كاذبا، الداعي الحوثي بانه هو الذي كان وراء عمليه بوغيك اول شيء يحصل على ضجه اعلاميه كبيره، ثاني حاجه يظهره كقوه عظمى قادره على ضرب اي منطقه في الجزيره العربيه سواء في السعوديه او في غير السعوديه. الحوثي مصر على انه وراء هذه العمليه حتى يكون رقم صعب في اي معادله وتسويه قادمه سواء على مستوى اليمن ولا على مستوى الجزيره العربيه او حتى على مستوى الملف الايراني. اصرار الحوثي طبعا انا لا استبعد يعني في نهايه المطاف كلام وزير خارجيه امريكا ان الحوثي لا يمتلك، الحوثي يمتلك طائرات من هذا النوع، ولكن الشك في القدره والمسافه وهذا ايضا ممكن حلها، لكن العملية كانت دقيقة جدا بحيث أنه يجب أن تكون هناك أقمار صناعية تتابع حركة الطائرات وتفجير الطائرات قبل ثواني من أو تصوير الموقع الذي سوف تتفجر فيه الطائرات قبل ثواني من انفجارها. هذه النقطة ضروري، العملية مرتبطة بأقمار صناعية
فبالتالي نحن نستبعد ان الحوثي كان وراء هذه العمليه. الحوثي يمتلك بعض الاسلحه من هذا، شاهدنا انه قصف في جنوب المملكه، لكن المسافات قريبه ولم تكن ذات تاثير. للعلم والاحاطة انه استهدف كهرباء جيزان اكثر من مره، وشركه ارامكو برضو في جيزان استهدف اكثر من مره، ولكنه لم يكن مؤثر. وهذا يدل على ان العمليه سواء حق حقول الشيباء او عمليه بوغيق وخريس، الدليل انها اتت من مكان اخر، لكن يتم ذلك بالتنسيق مع الحوثي بحيث ان القصف ياتي من مكان وهو يعلن. لا تنسى ان الحوثي او ميليشيات الحشد الشعبي في العراق او بعض الميليشيات حتى في سوريا ولبنان تدار من غرفة عملية. طيب قبل أن نتحدث بشيء من التفصيل حول العلاقة بين هذه الأدوات الإيرانية اليوم، أستاذ عبد العزيز، إذا 5 سنوات مرت من الحرب في اليمن، خلال هذه 5 سنوات تدفقت الكثير من الأسلحة الإيرانية على الحوثيين وخبراء التصنيع العسكري بحسب ما كان يأتي في الأخبار والحديث دائما عن التهريب. إلى أي حد تعتبر هذه السنوات الخمس كافية لتطوير الطائرات الهجومية الحوثية حتى تصل إلى هذا المستوى من استهداف العمق السعودي؟ يعني حقيقة هو لم يتم تطوير هذه الطائرات في اليمن، يعني حقيقة لأنه لا يوجد علماء فضاء في اليمن ولا يوجد مهندسين صواريخ يعني أكفاء في اليمن أو ذوي خبرات، ولكن هم يمكن تقول أن بعض الأسلحة التي كانت موجودة في اليمن تم تطويرها أو تعديلها، سواء تعديل سواء خصوصا في الصواريخ البالستية التي كان مداها إلى 400 كيلو، تم تخفيض الرأس المتفجر مع زيادة الوقود بحيث تعطي مدى أكبر لكن تكون فاعليتها أقل. لكن صواريخ كروز الجوالة والتي استخدمها الحوثي أعتقد 3 مرات أو مرتين منها قص مطار أبها، هذه جديدة على الجيش اليمني ولم تكن تتواجد يعني ضمن مخزون الجيش اليمني السابق، ولا يمكن تطويرها من عبر الأسلحة السابقة، أي أنه لا يمكن تطوير أسلحة صواريخ سابقة كانت لدى الجيش اليمني وتحويلها الى صاروخ كروز. هذه الصواريخ كروز الدول التي تمتلكها محدوده في العالم، هذه حصل عليها الحوثي ولم يتم تطويرها اطلاقا. هو طور بعض هو قام بتحويل بعض اسلحه الدفاع صواريخ الدفاع الجوي مثل نظام بيشورا، تم تحويلها الى صاروخ ارض جو الى صاروخ ارض ارض، لكن لم يحصل اي تطوير لصناعه الطائرات في اليمن او صناعه الصواريخ. لكن حصل الذي حصل انه ان الحوثي استطاع ان يحصل على هذه الصواريخ بطريقه او باخرى، حتى الصواريخ التي تم تعديلها تم بناء على خبراء اجانب. واريد ان اذكرك ان كثير من العلماء العراقيين، علماء الصواريخ العراقيين الذين فروا بعد سقوط العراق عام 2003 كانوا متواجدين في اليمن. فعندما بعد 2014 احتجزهم الحوثي، هؤلاء قد يكون لهم دور، اضافه الى خبراء من ايران ومن اوكرانيا وطرح خط احمر تحت اوكرانيا. هذولا وصلوا الى اليمن بطريقه او باخرى، وهؤلاء هم من يديروا عمليه التطوير. انا كقريب من الجيش اليمني السابق اعرف انه ليس لدينا حتى مجرد ابحاث في تطوير رصاصه المسدس، فمش معقول او ليس من المعقول ان يتم التطوير في ظروف الحرب والحصار. رغم انه يقولوا المعاناه تولد الابداع، لكن ليس الى هذه الدرجه. العمليه حق بوغيق مرتبطه باقمار صناعيه، سواء تحديد الهدف سهل مقدما، لكن متابعه سير المقذوفات سواء كانت صواريخ كروز او طائرات بدون طيار، متابعتها يتم عبر الاقمار الصناعيه، تحديد الخزانات المستهدفه او الاهداف المنتقاه التي لا تكون الا بضعه امتار، يتم انتقائها عبر الكاميرات المرتبطه بالاقمار الصناعيه. طيب استاذ عبد العزيز تبقى معنا، نشرك معنا بالنقاش من الدمام المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. اهلا بك استاذ سلمان. اهلا وسهلا، حياك الله. إذا تأكيدات حوثية وإيرانية على أن الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت أرامكو قدمت من اليمن، هذه التأكيدات دحضها بامبيو من الرياض وأكد أن القصف والسلاح إيراني وليس من جنوب السعودية، ماذا عن الموقف السعودي؟ ماذا يرجح؟ أنا عزيزي لم أسمع السؤال، فصل الخط ورجع معي.
سؤالي كان حول التأكيدات الحوثية والإيرانية التي تقول أن الطائرات التي استهدفت منشآت أرامكو كانت من اليمن. هذه التأكيدات بومبيو من الرياض دحضها وأكد أن القصف والسلاح إيراني وليس في حوزة الحوثيين. ماذا عن الموقف السعودي؟ ماذا يرجح؟ بعيدا عن الموقف السعودي الرسمي الذي اعلنه العقيد تركي المالكي، دعني اتكلم معك بارقام اخرى او جانب اخر او راي سياسي اخر. لو كان الحوثيين يملكون هذه الاسلحه لما تاخروا دقيقه واحده عن اطلاقها مده الخمس سنوات الماضيه. الحوثيين هم مطيه او هم اشبه بالشمار اكرمك الله والساده المشاهدين الذي انتقته ايران لتمرر ما تريد عبره. ايران استطاعت ان تخلق هذه الفئه الضاله وهذا السرطان القاتل في داخل المجتمع اليمني، ومررت من خلال اجندتها وافكارها واسلحتها وكل خبثها ودمارها. فليس من الصعب ان ينطق الحوثيين الكاذب بمعلومات هي من املت عليه ايران. يا اخي التحقيقات واضحه وصريحه وكشفت الحقائق، واكيد من المعلوم ان لدى التحالف ولدى المملكه العربيه السعوديه ادلتها القاطعه قبل هذا التحقيق، ولكن المملكه العربيه السعوديه تسير وفق انظمه وقوانين دوليه متبعه من اجل اكتمال التحقيقات والادله والبراهين، بما يثبت من هي الجهه المسؤوله عن هذه الصواريخ او الاستهداف لمحطات النفط. طيب كم تحتاج وقت هذه التحقيقات حتى تنتهي؟ وما الذي سيكون وسيترتب عليه بعد نتائج هذه التحقيقات؟ في العاده كما يعني من المتوقع، يعني المملكه العربيه السعوديه هي يعني دوله لها ثقلها ولها وزنها، وليست دوله عامشيه او دوله اصابات. هي دوله قانون ودوله تحكم شرع الله ودوله تحترم القوانين والمواثيق الدوليه، لا تلعب لعب الاطفال، ليست بمن يرد او يصيب قوما بفسق او باذى دون ان تتاكد. المملكه العربيه السعوديه في العام 1984 كان هناك طائرات ايرانيه هاجمت المنطقه الشرقيه للمملكه العربيه السعوديه، واكتفت المملكه العربيه السعوديه حينها بالاسقاط دون اي اعتداء. المملكه لا تحب الاعتداء دائما، ولكنها تريد ان تقول للعالم هذه الحقائق ماذا انتم فاعلون. وستنتظر المملكه العربيه السعوديه، ودائما هي تنتظر لكي تسير وفق القوانين الدوليه. لكن اريد ان اوضح نقطه قد لا تكون واضحه للبعض. طيب استاذ سلمان، قد يقول لك احد استاذ سلمان اسمح لي بهذا السؤال وهذه المداخله، قد يقول لك احد المواطنين اليمنيين الذين يتابعنا الان، السعوديه فيما يخص ردات الفعل السعوديه بناء على اي هجمات كانت تاتي من الاراضي اليمنيه، وعندما كانت تتاكد ان الحوثيين هم وراء هذه الهجمات كانت تسارع برد الفعل وتضرب منشات، بعض الاحيان تصل لاستهداف البنى التحتيه والمدنيين داخل اليمن، لم تكن تتانى يعني في رد الفعل. لماذا هذه المره المملكه ستتانى وستنتظر وستحاول اثبات الدليل للمجتمع الدولي حتى يقف معها؟ هل لانها ايران؟ ما في شك تكمل. لا 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 ابدا ابدا، انا ساوضح لك ولكن ارجو ان تعطيني الفرصه للايضاح. تفضل. ما يحدث في اليمن هو اعتداء على الشعب اليمني وعلى كل الجوار. المملكه العربيه السعوديه دخلت في تحالف لانقاذ اليمن من هذه العصابات الايرانيه وامكاناتها المتوفره، سواء من اسلحه او صواريخ او طيارات صغيره او غيرها، ولكن الاهم هو انقاذ المواطن والشعب اليمني. فلذا عندما تتمكن المملكه العربيه السعوديه والتحالف انطلاق صاروخ من موقع معين في اليمن، فمن الشيء الطبيعي ان تنطلق طائرات التحالف لتقصف ذلك الموقع في نفس اللحظه. الان واضح امامك اصابات انت تحاربها في اليمن. لكن عندما نقول او نوجه التهم لان هذه الصواريخ لايران، يعني هل من المعقول ان نوجه رد فعل على ايران قبل ان نتاكد؟ يعني هنا اذا جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا. نحن نريد أن نمشي على خطوات واضحة وصريحة. عندما تهاجم إيران فمعنى هذا أنك أعلنت حالة حرب. عندما تهاجم العراق كمثال أنا أعطيك معنى أنك أعلنت حالة حرب. المملكة العربية السعودية لا تحب الاعتداء على أي دولة ولا تعتدي، وتنتظر كافة الأدلة، وهي ستسير وفق الأدلة والقوانين الدولية، تتعامل مع دول الآن، يعني بالأخير إيران تعتبر دولة ليست عصابات كونية. طيب ساعود للاستاذ عبد العزيز الهداش. استاذ عبد العزيز يا الهلال السعوديين. طيب اعود للاستاذ عبد العزيز الهداشي. استاذ عبد العزيز، ردا على ادعاءات واشنطن بان الهجمات على منشات ارامكو نفذت بصواريخ اطلقت من الاراضي الايرانيه، وزير الدفاع الايراني
يقول أن الحوثيين نفذوا الهجوم بوسائلهم الخاصة. إلى أي حد نستطيع القول أن طهران نجحت في توزيع الأدوار بينها وبين أدواتها في المنطقة والتي مكنتها من تحقيق أطماعها دون تحمل أي تبعات قانونية؟ شوفوا المكر الفارسي معروف عبر التاريخ. أولا أعتقد إيران لم ولن تجرؤ أن تقصف الأراضي المملكة من أراضيها. هي قد تكون استخدمت الحشد الشيعي العراقي، ولا العراق هو شبه محتل من إيران، يعني هذا أولا. ثانيا قد تكون إيران استخدمت زوارق، يعني خصوصا طائرة المسيرات، زوارق من الخليج العربي يمكن إطلاقها من أي زوارق أو سفن تجارية. من يقف خلف العملية هي إيران بلا شك، لكن مكان الإطلاق أنا أستبعد كثيرا أن يكون من اليمن استبعاد كلي، لأني قلت لك أن العملية كانت دقيقة، وهذا يجب أن تكون وراءها أقمار صناعية ومتابعة لسير الطائرات من مكان الإطلاق إلى مكان الانفجار. صواريخ كروز التي لدى الحوثي أعتقد عدد محدود وما يتجاوز شيء منطقة أبها، واستخدم صاروخ واحد في قصر مطار أبها. إيران طبعا استطاعت عبر سنوات من عقب قيام الثورة الإيرانية أو بين مزدوجين ثورة الخميني من نهاية السبعينات، استطاعت يعني عملت استراتيجية طويلة المدى بحيث زرعت هذه الخلايا أو الخلايا أو الأحزاب التابعة لها، منها حزب الله ومنها الحوثيين. الآن مشكلة الحوثي أو حزب الله أو للأسف الشديد بكثير من المواطنين العرب الشيعة، مشكلتهم أنهم ينظرون إلى إيران كأنها الوطن الأم، وأصبح وقدموا المذهب على الوطن، وهذه كارثة. لا أقول كل الشيعة العرب ولا أتهم كل الشيعة العرب، ولكن الحوثيين على سبيل المثال رغم أنهم زيدية والزيدية بعيدة عن الاثنى عشرية، وحزب الله على سبيل المثال إيران مقدم أو مقدمة على أوطانهم العربية. الشغلة الثانية، أنت ذكرت لضيفك الكريم، ما إذا ثبت أن إيران هي من قامت بالقصف وانطلقت الطائرات والصواريخ من أراضيها، حتى لو ثبت ذلك نحن هذه حرب لا يمكن أن تتعامل بردة الفعل، ونحن نعرف في سياسة المملكة العربية السعودية الرزانة والحكمة، والمثل أننا يقول المستقبل بعد سنة مستعجل. أنا مؤيد الإجراءات التي تقوم بها السعودية، وأثق بحكمة المملكة العربية السعودية وقيادة المملكة في هذا الجانب. نحن أمام حرب إقليمية وقد تتحول إلى حرب عالمية، لا نتعامل برد الفعل. هناك طرق للرد على إيران، ونتمنى من المملكة العربية السعودية وقيادتها أن تلاعب إيران بنفس الطريقة التي تلاعب إيران أعدائها. كان على سبيل المثال كمقترح بالإمكان يعني تزويد الجيش اليمني بطائرات مسيرة يتم إطلاقها من الأراضي اليمنية على سبيل المثال، أنا أعطي بعض الأمثلة. الشغلة الثانية، هناك الحصار الاقتصادي، هناك الحق القانوني. أما أن إيران تطلق صاروخ، إيران تريد أن تجر المنطقة لحرب وهي مستعدة لذلك. تبقى معنا أستاذ عبد العزيز بشكل مفاجئ. لحظة، يجب أن يكون هذا واضحا. أنا يعني هذه حروب، يجب أن تكون مستعدا للحرب. مجرد أن عدوك يستدرجك إلى حرب هذا غير ممكن. نعم. طيب أعود للأستاذ سلمان عسكري. أستاذ سلمان، إذن هناك انكشاف وتبادل الأدوار بين طهران وأذرعها في المنطقة، ما الذي يترتب على ذلك وكيف ستنعكس الأحداث الأخيرة على حرب اليمن وضرورة هزيمة ميليشيا الحوثي؟ شوف، دعني أجيبك من حيث انتهى ضيفك الكريم قبل قليل. إيران تريد أن تستدرج المنطقة بأكملها وليس المملكة إلى حرب وخلق فوضى في المنطقة والإقليم بالكامل. لذا فإن ترجيح العقل والحكمة والصبر ورمي كل الأدلة والمواثيق أمام العالم، ونحن نعلم يقينا بأنهم يعلمون وأنت تعلم سيدي من أقصد، أن إيران هي من تسعى في الأرض وتحت فسادها، ولكنهم لم يحركوا تجاه إيران أصبع واحدة. ولذا فمن العقل أن نكون نحن العرب والأزال كما هو ضيفك من العقلاء والحكام والمسؤولين والشخصيات العربية التي تملك على إيران إلى الوقت الذي سيحسم فيه الأمر. ما تقوم به إيران في اليمن يا سيدي يجب وبكل أمانة أن يكون هناك دور عربي،
العرب الان العرب الان ليسوا على قلب رجل واحد. العرب انا وانا اقولها عبر قناتكم الكريمه مفككين مجتمع. اذا كان المجلس التعاون الخليجي الان تخونه وتغشه دوله قطر هذه هو هذه الدويره الساقطه، فماذا تتجه يا سيدي؟ اذا كان هناك عملاء داخل المنطقه لايران يريدون زعزعة أمن واستقرار الإقليم بأكمله، فماذا تنتظر؟ لدينا يا سيدي أعداؤنا من داخلنا. اليمن الآن ما تعانيه من أزمة داخلية فعلية لم تأتي من إيران، أتت من الحوثيين الذين مهدوا لإيران الدخول إلى داخل اليمن. الآن انقلبوا على السلطة، قتلوا الرئيس السابق، طردوا الرئيس الشرعي، عبدوا في البلاد، فرقوا الوزارات. الآن الحل الوحيد الذي تقي أمام اليمن والمجتمع العربي، وأنا لا أحمل اليمنيين المسؤولية بمفردهم، هو مواجهة إيران بذات الأسلوب. لا نريد حرب مواجهة لأنها ستشكل دمار على حتى الدول الأخرى، ولكن نريد أن تضرب إيران من الداخل. وأنا أعتقد أن الأمر أصبح ذاب قوسين أو أدنى. إيران، وأنا أقولها لك يا سيدي وأقولها للسادة المشاهدين، أنتظر قليلا، بل هي أشهر قليلة ومعدودة، وستشاهد في إيران تحركات غير مسبوقة، ستشهد بداية لأعمال تذوق إيران مرارة ما فعلت في المجتمعات والدول الأخرى. الصبر قليلا، لابد أن يكون هناك مواجهة. طيب برأيك ما هي أهم المراجعات التي يمكن خلال هذه الأشهر المعدودة أن تقوم بها المملكة العربية السعودية لمراجعة مواقفها وأدائها كشقيقة كبرى في الكيان العربي الكبير؟ لو تسمح لي أوضح نقطة. تفضل. سيدي أنا لا أقول المملكة العربية السعودية، وعندما أقول المملكة العربية السعودية فأنا أقصد بأن المملكة تستطيع أن تدافع عن نفسها وجها لوجه، ولكن هذا الأسلوب قد لا يتخذ قريبا، وقد تعمل بذات الأسلوب الذي تتعامل به إيران. المملكة العربية السعودية لديها مبدأ وهي احترام يا أخي الدول الأخرى، لديها قاعدة أنها لا تحب الاعتداء كما قال ضيفك الكريم. يا أخي دولة سلمية ومسالمة تحارب الإرهاب، ما تقوم به العصابات الإيرانية الآن في المجتمعات العربية هو أعمال إرهابية، وليس من ديدن المملكة العربية السعودية القيام بأعمال إرهابية، ولكن هناك وسائل أخرى غير تلك الأساليب التي تستخدمها إيران، وهي يعني هناك معارضة إيرانية، هناك قوة داخل إيران، الحكم في إيران يعني على شفا هاوية، الاقتصاد الإيراني سيء، قد تلعب المملكة العربية السعودية بأكثر من ورقة. أشكرك جزيلا. النظام الإيراني، وأنا أذكرك هذا الكلام وقريبا. طيب شكرا جزيلا لك استاذ سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي، شكرا لك، كنت معنا من الدمام. اختم بسؤال اخير مع الاستاذ عبد العزيز الهداشي، الى اي حد ستنعكس هذه التطورات الاخيره على ملف الحرب في اليمن استاذ عبد العزيز؟ نحن نتمنى على قياده المملكه العربيه السعوديه وعلى قياده الشرعيه في ان واحد تفعيل جبهه نهب كجبهه حاسمه وتحت اشراف المملكه العربيه السعوديه، تفعيل جبهه نهب للقضاء على الحوثيين. كثره الجبهات المندلعه في اليمن هي معارك جانبيه مع حل الاشكاليه التي حصلت في الجنوب في الفتره الاخيره، لكن الاهم هو تفعيل جبهه نهب وتغطيتها بالمروحيات والمدفعيه بدون تدخل طرف ثالث. تفعيل جبهه نهب وكسر شوكه الحوثي العسكريه في جبهه نهب، في جبهه جانية فقط، جبهتين هذولا اذا انكسر الحوثي فيهن فسوف يخضع اما للحل العسكري او يخضع ذليلا للسلام. بالنسبه في الاوراق التي يمكن ان تلعبها المملكه العربيه السعوديه او القوميين العرب الذين ناموا وماتوا في اوراق ضد ايران، ممكن نلعبها في الورقه الكرديه في الورقه البلوشستان، هذا بامكان الشعار القوميه لتسريع تفكير الوضع الداخلي في ايران. ايران سوف تنفجر من الداخل كما انفجر وتنتهي من الداخل كما عمل الاتحاد السوفيتي، لكن تسريع الوتيره هذا عبر اللعب بالورقه البلوشيه في شرق ايران جنوب شرق ايران، وعبر اللعب بالورقه الكرديه شمال غرب. طيب قبل ان نتحدث عن هذه الورقه، ماذا عن القوميه العربيه والحديث عن ذلك في احداث الجنوب استاذ عبد العزيز؟ يعني اليمن الان ذاهب نحو التقسيم والتجزئه. والله انا ذكرت في بدايه الاجابه هذا ان على المملكه العربيه السعوديه كونها رائده وقائده التحالف العربي ان تحل الاشكال الذي حصل في الجنوب، وهو تقول للمخطئ اخطات وتعاقبه. المملكه العربيه السعوديه الان هي قائده الامه،
وعليها تقع هذه المسؤولية قبل أن تقع على غيرهم. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ عبد العزيز الهداش المحلل العسكري، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحيات طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل أمين بافيت. في أمان الله.